تكون على خير وبخير. اليوم جيت نهضر على واحد المكون زوين، هو عنده منافع كثيره 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 اللي جينا نهضروا ما غاديش نساليو، ولكن انا جيت نهضر عليه بالنسبه كيفاش نستعملوه جل الشعر عوض جل اصطناعي، لا بالنسبه للبنات ولا بالنسبه للدراري الشباب اللي تيبغيو يديروا الجل فعوض ما يخرجوا على شعرهم داك الجل الاصطناعي، نديروا جل طبيعي وزوين. هاد الجل تيرطب الشعر، تيقويه، تيعطي واحد اللمعان زوين. والحاجه اللي زوينه فيه ان نستخدموه عوض الجل، اي الشباب اللي تيبغي يدير الجل لشعرو فاش يكون خارج غيقبطو يديرو لشعرو، شعرو غادي يتقاد يقبط لافورم زوينه ويخرج، فاش يجي يغسلو هو اصلا ما فيه حتى شي حاجه مضره للشعر. وكذلك البنات اللي تبغي تبوكل شعرها ويبان زوين، هذا احسن جل يمكن لك ديريه، وخصوصا دابا في الصيف والواحد تيعرق والشعر تيعرق، الا صوبتيه سوشوار ما غاديش دغيا تيعرق دغيا غيفسد. هذه احسن جل غيهنيك من قوه السوشوارات من قوه، وغيقبط لك ويمكن لك وديري به تسريحه زوينه وبوكلاج تيعطي واحد المنظر رائع، ويمكن لك حتى تحطري به. هذا هو، هذه هي الحاجه اللي زوينه، يمكن لك تحطري به، وانا غادي نقول لك كيفاش انا صوبته وحطرت به مع اللبسه بلدي بلديه. والله البنات كلشي بقى تيسولني شنو درتي لشعرك، جا هكا جا زوين جا مزيان، واخا تشطحي واخا تردحي راه ما تيفسد ما والو، غير ما تيزيد مزيان. حنا تنهضروا على الشطح والرديح مع العيالات 100% عيالات، ما كاينش رجال باش تكونوا واضحين. المهم اللي فيها شي جنون وكانت هي تشطح ودير جيم وتهبط عندي الكومونتير باش نعرف شحال عندي من خوتي. يلا ندوزو دابا نحضروا الجل ونتلاقاو نشوفوا كيفاش غنستعملوه. غادي نحتاجو في هاد الجيل كاس ديال الماء، وغادي نديرو نضيفو عليهم جوج معالق ديال زريعة الكتان، ما غنديروش بزاف باش ما يفسد لنا، غنديرو غير القياس ديالنا، وغنغطوه على البوطه باش يغلي حتى ياخد شي بين 5 دقائق 6 صافي. حنا درناه فوق البوطه، دابا هي الغليه طلعات فيه، وغادي نبقاو نحركوه ما غنوقفوش بالتحرك باش ما يلصقناش في الكاسرونه. غادي نحركوه وما غاديش نخليوه حتى يقصح، حتى شي الا قصح راه حنا غادي نوحلو فيه، ما غاديش نعرفو نصفيوه وتيقصح وداك الجل ما تيبغيش يخرج، لان حنا غادي نبقاو نحركوه وحنا تنقلبو شويه شويه تنطلعوه تنشوفو واش الخيط صافي نزل، غير مجرد ان نشوفو الخيط ولا خيط الجل بدا تيبان لنا فحال الخيط صافي غادي نطفيو عليه، لانه صافي لا قصح راه مشكله. هذا هو اللي تيوقعوا فيه بزاف ديال الاخوات وما تيصدق ليهمش، حتى هو غير تيبرد تيزيد يقصح على داك الشيء اللي حيدنا فيه. حنا واخا يبان لنا شويه جاري لا نطفيو عليه ماشي مشكل، حيت راه غادي يقصح من بعد. المهم هي الكشكوشه بدات تطلع لنا، نتسنى صافي. ها هي دابا الكشكوشه ولا كامل هكا صافي، دابا غنطفي عليه. دابا انا خديت قرعه ديال الزاج وخديت الصفايه ديالي عاديه اللي تنصفي فيها، كاين اللي تيبغي يصفيه في شي توب ولا شي حاجه، حنا انا باش قلت لكم تخليوه شويه جاري تيتصفى عادي، ما تحتاجيش شي توب وتبقاي تقاتلي معاه خراج وهذا، لا هذا تيتصفى تيهبط كله، لانه من بعد غادي يبرد وغادي يولي جيل. حنا خصنا جيل غير عادي، ما يكونش داك الجيل القاصح، لا خصنا جيل عادي. حنا بغينا نديرو به غير داك التبوكيله الزوينه والشباب يقبطو به لا فورم ديال الشعر وصافي. ها هو الجيل ديالنا وجد، دابا عنده بزاف د الاستعمالات، كاين اللي يبغي يرطب به شعرو تيديرو تيديرو تيخليه شي ساعتين في شعرو، نقدروا نضيفو له زيد نوا د كوكو اللي تيكون شعرو خشن وجاف بزاف تنضيفو له نوا د كوكو وتيديرو في شعرو وتيخليه شي 3 سوايع ويغسل. انا غنديرو جل شعري عادي، غندير فيه غير فيتامين او وغنديرو الشعر عادي، نستعملو غير جل، ما غاديش نستعملو ماسك ولا نغسلو، غنستعملو غير جل، يعني غندير فيه غير هذا. واللي ما عندوش فيتامين او يمكن يكتفي به غير هكا، يكتفي به غير هكا صافي. نحركو شي شويه باش تخلط الفيتامين او مع هذا صافي، نحتفظ به في الثلاجه. مدخلوش عليا بجيم والاشتراك، كيف ما انا ما نبخلش عليكم باي وصفه جربتها وكانت نتائجها
مزيانة. كنتم مع قناة سوما شانيل، اللي تتمنى لكم كل خير.